حييكم المشاهدين دائما عبر الحل عنا ام تي في. مثل العادة بنبلش حلقتنا بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، مدير عام الجمارك بدري ظاهر أصدر اليوم مذكرة إدارية تشترط إبراز نسخة مصدقة من الفاتورة المقدمة في بلد المنشأ ومقترنة بتصديق الجهات المختصة، ما لم يكن يضم إلى الملف الجمركي نسخة مصدقة وفقا للأصول من الفاتورة المقدمة إلى إدارة الجمارك في بلد المنشأ، وعلى أن تكون هذه الفاتورة مقترنة بتصديق السلطات الجمركية هناك، إضافة إلى مصادقة البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إذا كان في المدينة الصادرة عنها الفاتورة تمثيل دبلوماسي للبنان. ويستثنى من هذا التدبير المنتجات التي يثبت من أوراق الشحن العائدة لها أنها شحنت إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 متابعة. بمتابعتنا رح أبدأ بموضوع الصرف الصحي بين حراجل وفريا، ولكن البلديتين متفقتين أنه مفروض محطة التكرير يلي تلزمت ويلي هي الهبة اجت أولا من الإيطاليين وبعدين عززها مجلس الماء والإعمار، نعرف أنه تلزمت، ولكن لليوم أهالي المنطقة ما عرفوا إذا هالمحطة بلش العمل فيها أو إنشائها ولا بعد. ليه عم بحكي عن المحطة؟ لأنه هي الحل لمجرور نازل بأناية ومن الأناية بأسطل بنربيج وعم يزعج كتير سكان المنطقة. أنا حكيت مع رئيس بلدية أولا لحراجل، لأن إجت الشكوى من حراجل الأستاذ توني صغيب، وضعني بالجو وقال لي هي بحراجل عم يتأذوا ولكن هي صادرة عن عفارية، ولكن في اتفاق بين بلدية حراجل وبلدية فريا، بعتوا كتاب مشترك إلى رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح شيخ جوان الحبيش حتى يلاقوا حل لهالمشكلة. أما الحل اللي انعرض على الأهالي يلي زاروا رئيس بلدية فريا الأستاذ ميشيل سلامي، عرض عليهم حل مؤقت هو كناية عن مد أسطر وهو بيشرك، ما قبلوا الأهالي إطلاقا من هيك بين يبقوا بالريحة ويبقوا بال طبعا بالصحة بدها تتأثر، وبين يكون فيها الحل المؤقت لحين ما تمشي هالمحطة محطة التكرير بآخر ميروبة. أكيد الناس بدها الحلين، يعني نحن بننصحهم الحل اللي حطته بلدية فريا واللي انحكى مع الأهالي مفروض يمشي لحين ما تمشي محطة التكرير. أما بموضوع محطة التكرير إذا كانت تلزمك من 15 سنة عم يسمعوا فيها الأهالي، من 15 سنة ناطرينها وهي بتحل كل المشاكل. أنا اليوم يعني طبعا بدي أتوجه للماء والأعمار بالإسراع بهذا الموضوع، إذا كانت الهبة مؤمن تمويلها للمحطة لمحطة التكرير، وإذا يعني تلزمت ليه ما بلش الشغل بعد وليه ما بخبروا الناس أي متى رح تصير قيد التشغيل حتى نحل هالمشكلة من عيون السمان لآخر ميروبا. الست يلي اتصلت فيي مدام لورا عقيقة، بدي أقولك أنه المطعم يلي كنت حضرتك مزعوجة من أنه من عنده جزم لرئيس البلدية تحراجل أنه سوى وضعه، وهو وعدني أنه اليوم رح يرجع يروح على هالمطعم ليتأكد بذاته إذا حلت المشكلة مظبوط ولا لا، ولكن المشكلة الأساسية والأهم هي بالمحطة يلي بتحل كل المشاكل. وحتى نوصل للمحطة، الاقتراح اللي اقترحته بلدية فريا مفروض الأهالي يقبلوا فيه ما يعرضوا. اتصالاتكم على 04-444-444 باخد أول اتصال لليوم. ألو ألو أهلا بونجور مدام ربيكا. بونجور. بدي أحكيكي مشكلة المي ودي شحرور العليا. إيه شو في مدام ربيكا؟ إلنا جمعتين نشتري مي ما عم تجي، ونتصل على الشركة بيقولوا لنا في عطل. طيب محلو يصلحوا هالعطل؟ قالوا جمعتين. شو هالحكي هاي؟ ما عرفتوا شو هو العطل؟ لا. بكل وادي شحرور العليا أو بأحياء أو ببيوت؟ شو ما عرفت، بس طيب. نحن بالعليا ما عنا، يعني مش معقول يعني اوكي
بليز مدام رابيكا أكيد أكيد اهتمينا بالموضوع رح نحكيهم أكيد. مرسي بوكو. أهلا وسهلا. لأنه إجمالا لما في عطل بتأخر عن يومين أو ثلاثة مفروض ينعمل بيان يتعمم على المشتركين ياخدوا احتياطاتهم إذا في عطله عم يتصلح وينحط المهلة الانتهاء من إصلاحه. ما فلتك الناس بدون مي هيك ناطرة كل يوم إذا تنقصت الحنفية ولا ما نقطت مي. كمان اتصال. ألو أهلين. يسمع مليون بردك. إيه معك تفضل. أنا صار من 2016 عم أقدم فواتير للضمان على الكولة لتاريخ 2018 ما أصبع إشي ولا فاتورة بعد. وأنا زلمة مريض وعندي فاتورة شهرية ما بطلع فاتورة صارلي 3.5 مليون بالضمان. أنت مضمون كيف مضمون؟ اختياري ولا الضمان العادي؟ لا ضمان عادي. عادي. مين ضامنك؟ حدا ابنك؟ ابنك ضامنك. أوكي. صار من 2016. شكرا لك وبنتقل إلى نقل مباشر. منتابع الحال عنا وبيخد اتصال. ألو 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 ألو. تفضلي مدام. مدام ربيكا. نعم. بونجور يعطيك العافية. أهلا. بدي أقول لك إنه في عنا مية الشرب مقطوعة مية بيروت حد أوتيل ألكسندر بالأشرفية. من أي متى؟ صار لي يومين وما عرفتوا اليوم. ما عرفتوا شو السبب؟ قالهم بالعادي يقطعوها يعني على طول الضل جاي. ما بيقولوا مثلا في تصليحات في كذا شو بيقطعوها. ما هذا ما يعني هذا اللي عم بقوله لأن كمان بيودي شحرور العليا. هلا رح نشوف شو القصة وأكيد رح نبلغ مياه بيروت. كمان اتصال. ألو ألو ألو. تفضل. وحياتك. قدمنا من شيء 4-5 سنين إدخال شبكة هاتف عبناية ببيت شعار. نعم. وكل جمعة برجعون وبرولون وبرولون وما عدا بيعطينا الجواب الشافي. رقم الطلب 52,750 و51. أوكي. هذا من 5 سنين؟ بأي تاريخ؟ يعني مش حافظ التاريخ بالضبط بس من 2014 قدمنا الطلب إدخال شبكة. أوكي. فؤاد الخوري. رقم الطلب 52,751. ايوه. اهلا وسهلا فيك مس خوري. كمان اتصال. الو الو. في حدا على الخط بس. الو الو. تفضل. بونجور بونجور. الو. بدك تسمعني على الاباراي مش على التلفزيون. ايه الو. ايه تفضل. بونجور. بدي احكيكي بخصوص مطعم ببيت جدة. شو بقول مطعم؟ في مطعم بسيبا. ايه. بضلوا مدور. ما تسمعني على التلفزيون. وطي التلفزيون خليني افهم شو عم بتقلي. اوكي. في مطعم بسيبا. ايه. بضلوا مزعج كتير. معمر بمنطقة سكنية بيضلوا فيه موسيقى كتير عالية يا مدارس بضل 12 لأي ساعة بالليل. يعني بعد الساعة 12؟ شكيتوا للبلدية؟ شكيتوا للبلدية؟ حكينا البلدية بحقلوا ل 12 يا مدارس واحد كيف بينام يعني. معك حق. عرفتي كيف؟ وايام خميس جمعة سبت أحد ما فيك تنامي نهائيا 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 كأنه الطبل عنا بالبيت. اوكي. هو ما له مطعم هو استراحه. نعم. اوكي. ما حدا بيقدر من يوم معاشين يعني بالنهايه. اوكي. طيب. اوكي اوكي. نحن رح نحكي مع البلديه لانه الليل هو للراحه. ما حدا بده يقطع بارزاق حدا بس بده يراعي شعور الناس اطفال وناس بدها ترتاح بالليل حتقوم تنهار على اشغالها. هلا اجمالا ليله السبت الاحد ممكن يكون في موسيقى بعد الساعه 1 أو للوحدة ماكسيموم بس إنه كل ليلة هذا الشيء مش بالقانون أكيد. كمان اتصال. ألو ألو. تفضل. بونجور. أهلا بونجور. أي نعم. معك مازن علي من نجد عبرين الكورة. أهلا أستاذ مازن. قلي. كان عندي مريض بمستشفى الباترو. إيه. ضمانه أسيرونس يعني مغطى 100%. فهذا بيجوا بيقولوا لنا عليكم فاتورة وصلت لل 140,000 132,000 ليش يا عمي؟ ولا هذا بدل ما فتح ملف
وبيرجع بيعمل لي المريض كان جسمه ملتهب كله سوا وما بيحق له الضمان الا كل 3 ايام مره. والمريض تبع الاشعه والجو من بيته بالليل بغير قوام قلت له يا عمي ليش ما انه مناوب بالليل؟ فبدي ادفع انا 20% فروقات. ليك علي ما بعرف انا اذا هذا هو نظام المستشفى، نظام الاستشفاء عندهم ولا الدوله. خليني اسال اذا الواحد بده يدفع 20% اذا اجى حدا بالليل، وبدي اسالك عن الحاله، ما بقدر انا جاوبك، عرفت؟ بدي اسال عن الحاله كيف تحسب وبقدر جاوبك. كمان اتصال. الو 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 تفضل. الو انا ناطرة. انا عم بسمعك تفضلي. انا مشان هيدا المي اللي بتنقطع بشارون قال بيعطونا اياها ب 32 يوم، كل 32 يوم مره. كيف هيدي؟ هلا ما عم يعطونا اياها الا عده يعني مرات، يعني كل يومين ثلاثه مره؟ لا كل 32 يوم مره، يعني شهر ويومين. ليه بقى؟ وبعدين ما عم تجي كل شهر ويومين، اوقات كل شهرين. بس انا ما فهمت، هي اول مره بسمع عن الكهرباء انه المي بتجي شهر وبتنقطع قد ايه؟ بتنقطع كل الوقت، عم تجي بتجي اوقات اذا اجيت كل 32 يوم نص ساعه. اف كيف هيدي؟ هيدي بمنطقه شارون. انتوا بتاخذوا؟ عرفت، انتوا بتاخذوا من علي من باروك؟ منين بتاخذوا؟ نحن بناخذ من مية الباروك. باروك؟ لا هيدي أول مرة بسمع فيها، بدي أشوف. إيه ما هو بيقولوا لنا إنه ما في مي غير كل 32 يوم مرة وما عم تجي كل 32، يعني عم ندفع كل متوجباتنا تاني. لا هيدي مش طبيعي، هيدا شو؟ يعني ما يعطوكم إياها، عم نترك وننزل على بيروت مدام بس. مش مفروض يعني ما يعطوكم إياها شو نص ساعة كل شهر؟ شو الحكي هيدا؟ أول مرة بسمعها. يعني لو مقطوعة بالمرة أفضل. خليني أشوف مع مياه الباروك شو قضية شارون، بدي أسأل. كمان اتصال. الو الو تفضل. ايه مرحبا اهلا تفضل. شو عندك؟ بدي عندك فيز مراكز الشؤون الاجتماعيه، بيروح واحد بده يعمل ورقه اوكي، بخبروه بيقولوا له انه ما حول الاعتماد للوزاره ليدفعوا للكهرباء، فسوري بنعتذر منك ما بنقدر نعمل لك الورقه. ورقه شو بتطلبه؟ يعني وراء العادة تنسوا للشؤون، مساعدات الشؤون. مساعدات الشؤون. وين هي؟ بأي مركز؟ مركز الحدث. الحدث ما بعرف، رح أسأل يعني، رح أسأل عنها هيدي. صورة اليوم بنشوفها سوا. قانون التعاقد ببلجيكا، وهون بدي أقول إنه بلجيكا ما عندها بترول ولا معادن ولا يورانيوم ولا شيء، بس عندها ناس شرفة. لما بيصير عمر الإنسان ببلجيكا 65 سنة، يعني سن التقاعد، ترسل له دائرة التقاعد رسالة بتقول له فيها أنت متقاعد، أعطينا رقم حسابك المصرفي حتى يتحول لك راتبك الشهري، وإذا عندك مشكلة تتصل فينا على هالرقم الفلاني. هيك بيعملوا له مقابله وبشوفوا، وهناك امتيازات كمان، منها تخفيض ايجار البيت او الشقه، دعم شهري للايجار، ممكن الواحد يطلب سكن من الضمان الاجتماعي وبسعر رمزي، هناك تخفيض بسعر الكهرباء والمواصلات، وكمان ضمان الصحي شبه مجاني. والطريف بالموضوع انه بتجي كل شهر بتوصل له رسالة للمتقاعد بيقولوا له تفضل عندك فحص طبي دوري، وبظرف هيك بوضعين له فيه مستلزمات فحص البول وغيره، وبعثوا له اياه هون، بيروحوا بالبريد بيرجع له الجواب على نص ديب بيته. بعد شوي طبيب الأسنان إذا بده يروحوا لعنده شبه مجاني، وإذا ما راجعوا طبيب الأسنان خلال سنة بيبعتوا له غرامة مالية، لأنه مفروض خلال سنة يراجع طبيب الأسنان. هيدي دولة بلجيكا، وهيدا سن التقاعد ببلجيكا. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.